يسألونه التثبيت الله يثبتوه الله يثبتوه ان شاء الله. شوف طلبوا الله الله يرحمه ويسع عليه الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. الكلمه اللي كانت يقول لها تقول لك اودي تهلاو بعضياتكم وما تفارقوش بعضياتكم وكونوا محبه بيناتكم تكون احبه كونوا محبوبين واللي مرض يسول فيه واللي ما تمشي يوقفي معاه والفنان الله يهديهم. انا جيت نشوف الحمد لله ما كاينش مشكل الله يجعل ربي يسهل عليهم لان الوقت ولات مزيره وكل واحد الله ربي اللي بحسن ما بيه الله يحسن العوال اي واحد من اللي جا مرحبا واللي ما جاش هي مرحبا. واتي وصاو دير اللي كان شي واحد عندك مريض سير طلع عليه شي واحد مات سير زورو ما كاينش هذه البشاشه وكيبغي القلب عنده سليم ما يبغيش الحقد على شي واحد ما يدار مع حد تيبقى الدعاء مع عباد الله. الزنقه كيكون غادي سبحان الله العظيم ما كاينش اللي ما يسلمش عليه ويقول لي نتصور معاك ويبوسو وحضن بات الجامع هذاك والحمد لله بقينا معاه حتى وصلنا للمتوى الاخير ونطلب الله المغفره. وانتم شكرا على هذه الالتفاته والله يجازيكم بخير الله يرحمه ويجد على رحمات ربنا هذاك رانا ولدو الكبير والله يرحمه ورضعنا فيه جميعا والله يصبرنا ويصبر جميع المغاربه تاعهم ما ضاعوا فيه لانه راه فنان من الخمسينات والربعينات راه ماشي سهل باش عصر ثلاثة الملوك وراه تتعدى هرم من الاهرامات ديال الفن والله يرحمه ويجد عليه الرحمات والله يبارك فيكم. والايام الاخيره كان دهورت الايام الاخيره دهورت ما ندخلوا الكلينيك ونخرجوا ندخلوا الكلينيك ونخرجوا ثاني ايوا الامر لله ورأى لله ما اعطى ولله ما اخذ. المره الاخيره كان في كلينيك نيت في اعلان ومشيت وتصبر فيها ما ولدي ما عندي والو وكذا زعما امن بالقضاء والقدر ولكن شوف الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى هي اللي كتفصل والحمد لله ولله الحمد والشكر. جاتني واحد الصدمه يعني بالنسبه لنا كنت عندي مازال امل لانهم عارفوا انك يدخل للكلينيك ويخرج يعني ولكن هذه مرة أخيرا جاتني صدمة يعني قلت لهم واش أنا بصح نيت ما قال لي راه توفى فعلا ولله ما أعطى ولله ما أخذ. اللهم ارحمه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.